بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين الموافق 9/8/2021 تم بحمد الله تحميل عدد 19 طن وذلك للتسليم من لحوم الأضاحي وذلك لتسليمها إلى المديريات الآتية: المنوفية 3 طن، الإسكندرية 4 طن، السويس 2 طن، الجيزة 2 طن، دمياط 2 طن، الإسماعيلية 4 طن، مطروح 2 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة وكلاء المديريات. وكل عام وأنتم بخير.